الليلة كلام في السياسة، يحاور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف. نناقش أهم القضايا التي تشغل بال الطالب والمعلم وولي الأمر. نفتح ملف تطوير الثانوية العامة، كيف تغلبت الوزارة على أزمة كثافة الفصول؟ نسأل كيف نعزز الانتماء والهوية في ظل المتغيرات العالمية، وما خطة الوزارة لدعم المعلمين؟ كلام في السياسة مع الكاتب الصحفي أحمد الطهري، الليلة الساعة 7 مساء على إكسترا نيوز.